لما ابوك يعرف ان اصحابك عندكم في البيت. ايه ده؟ ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله بخير يا عم. طب ايه نستأذن احنا بقى؟ لا تروحوا فين؟ انت هتتغدوا معانا النهارده؟ لا والله مش هينفع يا عم. لا والله انا حلفت لازم تتغدوا معانا. طب خليها مره تانية. ما قلت هتتغدوا معانا في ايه؟ خلاص بقى اقعدوا اتغدوا وامشوا قبل ما ياكلنا. خلاص ماشي يا عمي. ماشي يا اولاد. تحبوا بقى ان ايه ده؟ ثواني كده ثواني. الو. حاج طلب عامل ايه؟ تمام زي ما قلت لك. ماشي. ايوه عربيتين رمل وعربيتين زلط و50 شكاره اسمنت. ايه؟ لا 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 ما تبعتليش رجاله، انا ناقص غرامه. انا عندي الرجاله هنا كتير ما شاء الله ياكلوا الزلط. هم ده ايه ده يا اسطى؟ ده الغدا.